الشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، وهو أعظم الذنوب. والشرك هو جعل شريك مع الله جل وعلا، والشرك هو مساواة غير الله بالله، والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو مختص بالله في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته جل في علاه. والشرك عند العلماء نوعان: شرك أكبر وهو الشرك الذي يخرج من الإسلام، وهو أن تشرك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فهذا شرك أكبر وهو أخطر الذنوب، عاقبته أن من فعله خرج من دائرة الإسلام، أن من فعله لم يغفر الله له قط، أن يعني إذا مات على كفره والعياذ بالله. أما من تاب قبل أن يموت وقبل الغرغرة فإن الله يتوب عليه مهما فعل، وعاقبته أنه قد ضل ضلالا بعيدا، وأنه قد ضل ضلالا مبينا كما في الآيات في كتاب ربنا جل في علاه، وعاقبته أنه خالد مخلد في نار جهنم مثل أبي بن خلف ومثل أبي جهل ومثل أبي لهب، سواء بسواء. ولذلك الشرك خطير جدا يا عباد الله، ومع خطورته جدا إلا أن الذي يقع فيه اليوم من المسلمين كثير جدا، بسبب العلماء المضلين، وبسبب أهل الضلالة في كل مكان، وبسبب الذين يروجون للشرك في كل مكان، وبسبب الذين ينعتون أهل التوحيد وأهل السنة بأنهم حشوية وأنهم وهابية وأنهم فينفرون الناس منهم. والذي بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء غير الله؟ أو أنه قال وأرسله الله لبيان أنواع الشرك بالله جل وعلا؟ ولذلك يجب الحذر. قال تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. وأعظم الشرك اليوم في دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، هذا من أعظم أنواع الشرك الدائرة اليوم في الناس. وهناك قبور يسعى الناس إليها ويجتمعون إليها، مثل قبر السيد البدوي الموجود في طنطا مثلاً، ومثل قبر السيد العيدروسي الموجود في حضرموت، ومثل قبر عبد القادر الجيلاني الموجود في العراق، والموجود أظن يا في تونس أو الجزائر. وهذه قبور تعبد من دون الله، فاحذروا يا عباد الله من عبادة الأضرحة. كيف تستغيثون بهم وهم موتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ ولذلك يجب الحذر من ذلك والتحذير، لأن هذا أعظم الضلال المبين يا عباد الله. أما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، وهو ما ورد تسميته شركا في الكتاب والسنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا شرك أصغر، هذا هو الأصل في الحلف بغير الله، لكن قد يكون أكبر. إذا عظم غير الله كتعظيم الله صار كفراً أكبر وشركاً أكبر. أما مجرد الحلف بغير الله، وأشهر الحلف الآن بغير الله الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحلف بآل البيت الحسن والحسين وفاطمة وعلي، والحلف بالذمة قال بذمتي، وهذا منتشر عندنا بكثرة، والحلف بالصلاة قال بصلاة أمي وأبوي بصلاتي ونحو، هذا كله شرك أصغر، وهو لا يغفر، لا يغفر، يدخل في الموازنة ويجب التوبة منه والحذر منه يا عباد الله. لكن صاحب الشرك الأصغر لا يكفر ولا يخلد في نار جهنم ولا يخرج من دائرة الإسلام. ومن الشرك الأكبر أيضا النذر لغير الله. هذه تنذر لقبر سيدي فلان
إذا رزقني أو جاءني مولود أن أذبح عنده ذبيحة، هذا شرك وتقرب إلى غيره. كل من عبد غير الله فقد كفر وأشرك. ومن ذلك تعليق التمائم والحروز في الرقبة أو في الذراع أو في العضد أو في الثياب والملابس أو في السيارات أو في البيوت. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. وأشكال الشرك كثيرة، ومن الشرك الأصغر الرياء، وهو من أعظم أنواع الشرك التي ينتشر لخفائه. ولذلك شماه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشرك الخفي، وشماه في الأحاديث شرك السرائر، وفي بعضها سماه شرك الشهوة الخفية، ويطلق هذا اللفظ على غيره. ومعنى الرياء أن الإنسان يعبد الله ليثني عليه الناس، أو يحسن، وهذا هو الرياء المحض، أو يحسن عبادته ليثني عليه الناس، وهذا رياء أيضا، وهو أخف من الذي قبله. فلذلك الواجب من الحذر. ومن ذلك كثرة تصوير العبادات، يصور عباداته، يصور صلاته، أنا أصلي الآن في الحرم، أنا أصلي، أنا أطوف. طبعا لا نقول هذا كله شرك، إذا قصد أن يثني عليه الناس فهذا رياء، أما إذا قصد يفرح أهله إنه في مكة، يفرح زوجته، يفرح، لا يقصد أي مراعاة فلا بأس، لكن ينبغي أن يكون خارج العبادة. إذا انتهيت من الطواف لا بأس تصور، ما هو أنت مشغول بالعبادة تشغل نفسك بالتصوير؟ إذا كنت في عبادة فأنت في طاعة، لا تشغل نفسك. والطواف صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا، أشغل نفسك أثناء العبادة بالعبادة. لكن إذا انتهيت بتصور أنك في الحرم لا بأس، بغير قصد الرياء وخارج حد العبادة، بعد الانتهاء من العبادة، والله أعلم. وبعض العلماء يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، ويزيد الشرك الخفي، يزيد الشرك إيش؟ الخفي. والراجح أن الشرك الخفي ليس قسيماً للشرك الأكبر والأصغر، لكن الشرك الخفي قسيم للشرك الجلي. فهناك تقسيم آخر من حيث الخفاء وعدمه والظهور وعدمه، فنقول الشرك من حيث الظهور وعدمه نوعان: شرك جلي وشرك إيش؟ خفي. والشرك الجلي فيه أصغر وأكبر، والشرك الخفي فيه أصغر إيش؟ وأكبر. وهذا الذي اختاره شيخنا في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى، بل في بعض كتاباته قال الصواب أن الشرك الخفي يدخل في الأصغر والأكبر، وهكذا، وليس قسيماً للشرك الأكبر والأصغر. وهذا الكلام صحيح، هذا كلام صحيح. ولذلك نقول أنواع الشرك ثلاثة، اثنان فحسب: شرك أصغر وشرك أكبر، والله أعلم.